صباح الخير، اهلا بكل مشاهدينا. يوم جديد مع حضراتكم ومصر جميله، وان شاء الله دايما يا رب يوم يكون مليان بالحب والتفاؤل والامل. صباح الخير. صباح النور يا عين. صباح النور مشاهدينا الكرام، وجو جميل النهارده مشمس، حياه حلوه ان شاء الله، وزي ما بنقول كده عندنا في البلد يجعله نهار نادي علينا كلنا يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. احنا طبعا دايما بنتكلم على الاخبار الايجابيه، بنحاول دايما ان احنا نشاع روح التفاؤل والامل من خلال البرنامج، لانه الياس هو العدو الرئيسي والاساسي لينا كلنا كمصريين. النهارده هنتكلم على اكتر يعني مجموعه من الاشياء الايجابيه، ولكن هنبداها بقانون تعريف الكيانات الارهابيه واللي صدر بالامس، واللي بيحط تعريف واضح للارهاب. دايما كنا بنتكلم ارهاب، العالم كله بيحارب الارهاب، لكن مين هم الارهابيين؟ ايه هو التعريف ده؟ صدر امبارح من خلال القانون. تمام. عايز اتكلم كمان على حاجه يا هند لو تسمحي لي، عايز اتكلم على التدخين بشكل عام. التدخين، السجاير، الشيشه، الحاجات اللي هي ملهاش لازمه دي، اللي بنضيع فيها عمرنا ونقعد نشرب ونبوظ في صدرنا ونضيع فلوسنا ونضيع صحتنا. يعني لو الواحد ربنا مديله عمر ومديله جسمه ان هو يحافظ عليه، ودي امانه هيردها له في يوم من الايام، اعتقد ان هو يحافظ عليها احسن. انا كنت واحد من الناس المدخنين فترة طويلة، كنت مدخن شره، لكن ربنا اكرمني بفضل الله تعالى الحمد لله رب العالمين ان انا من 2004 ما حطيتش سجارة في بقي. من ضمن الحاجات السلبية، طبعا مش عايز اقعد اقول لكم السلبيات بتاع التدخين كلنا عارفينها، لكن عايز اقول لكم ان احنا نحاول. سهل جدا على فكرة موضوع ان انا بطلت دي ثانية، قلت هوبا بطلت. اللي يقول لك بقى لا نيكوتين والحقنة والكلام الفاضي ده كله، اقسم لكم بالله انا ما حسيتش بالكلام ده خالص، لكن التدخين ده كان ليه اثار سلبيه عليا كتيره جدا في صحتي، وخلاني انا كنت بلعب كره ميه، كنت في المنتخب اتطردت بسبب التدخين دوت، وكان منظري وحش جدا قدام صحابي قدام نفسي قدام خطيبتي اللي هي بقت مراتي. حاجات كتيره جدا كان التدخين فيها سبب لوفاه ناس، لتضييع فلوس كتير جدا. تلاقي الراجل قاعد مش لاقي يشتغل يا هند، وقاعد زهقان ومولع ماسك علبه سجاير وعمال بيولع. طب يا عم ما انت ما بتشتغلش ليه؟ ما معيش فلوس وما فيش شغل وبتاع مش عارف. طب حلو الكلام، طب ايه بجيب فلوس التدخين دي منين؟ بدل ما تجيب فلوس التدخين هات بيها اكل لاولادك، هات بيها علاج، هات بيها اي حاجه، حطها جمعهم وهات بيهم في الاخر اعمل مشروع صغير، هات جوز حمام وربيه، هات جوز ارانب، الارنبه هتخلف هتبيع ولادها هتبتدي تجيب معاك، اعمل اي حاجه ايجابيه بحيث ان انت بتستثمر بالفلوس دي. انا عارف ان الكلام ده مش هيعجب ناس كتير جدا، بس انا اعذروني انا يعني مليان يعني حرقه على لما بشوف حد بيشرب قدامي وبيحرق في صحته، اقول له عايز اقول له يعني خلي بالك، خصوصا لو الشباب الصغير اللي في المدارس كمان، بلاقي حاجات في اعدادي طالعين بره واقفين بره عشان يشربوا سجاره، يعني كتير احنا عملنا كده، بس احنا كنا غلطانين وتداركنا الامر وبندفع الثمن دلوقتي في سننا ده. عموما طبعا يعني ناس كتيره جدا للاسف الشديد مستاءه من الضريبه اللي زادت على السجاير. امبارح طلعت اشاعه ان كان في تراجع عن هذه الضريبه، ولكن نبص للجانب الايجابي. الضريبه اللي هتفرض على السجاير هتدخل مليارات لخزانه الدوله، جزء كبير جدا منها 5 مليار هيخص، يعني هيكون العائد على الدولة 5 مليار جنيه من زيادة البسيطة اللي بقت على السجاير، سواء 2 جنيه أو 3 جنيه أو 1.5 جنيه. وفي نفس الوقت جزء كبير منها هيخصص للصحة، فاحنا هناخد الفلوس من الناس اللي بتشرب سجاير وبتبوظ في صحتها، وهنعالج بيها الناس اللي فعلا محتاجة انها تحافظ على صحتها وخايفة على صحتها. يعني امبارح كان في اشاعات ان الحكومة تراجعت عن هذا القانون او هذه الضريبه، ولكن تم نفي الموضوع تماما ومفيش تراجع عن اي قرار اتخذته الحكومه. انا عايزه اتكلم على شق ايجابي تاني، وانا امبارح كان ليا الحظ ان انا قدمت حفله كان حاضرها رئيس الوزراء ومجموعه من الساده الوزراء، كانت مقامه في جامعه القاهره. اهميه الحدث او اهميه الحفله انها كانت مقامه لأطفال كورال مصر. مين أطفال كورال مصر؟ المايسترو سليم سحاب اختار 70 طفل وطفلة من دور الأيتام واهتم بيهم، نمى المواهب بتاعتهم وخلاهم يبقوا عندهم يحسوا بالأدمية بتاعتهم، وإن هم يتذوقوا الفن وإن هم يقدموا فن. طموحه إن هو يوصل ب70 طفل دول ل10,000 طفل هيجمعهم من كل المحافظات في جميع أنحاء العالم، جميع المحافظات مصر، والاطفال دول هيجمع بيهم كورال واوركسترا اطفال مصر اللي هم كلهم من دور الايتام، وللاسف الشديد اطفال الشوارع اللي كتير من اهاليهم بيلفظوهم للشوارع او هم ذات نفسهم بيهربوا للشوارع.
علشان خاطر بيلاقوا امان اكتر من بيوتهم. هو احتضنهم وفي يعني تضافر وجهد كبير جدا من الدولة مع المايسترو سليم صحاب والمؤسسة التابعة ليه. الجهود ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن ومؤسسة المايسترو سليم صحاب، وان شاء الله يقدموا اطفال كورال مصر لكل المصريين ان شاء الله، وهنبقى كلنا فخورين بيهم اكيد، وهنروح نصورهم ونقعد معاهم كمان. لا المفرح بقى والمبهج جدا يا حياتي ان هم امبارح كانوا بيقدموا الحفلة على مسرح جامعة القاهرة اللي هي واحدة من أعرق الجامعات، وكان حاضر لفيف كبير جدا من الوزراء بالإضافة لأساتذة الجامعة بالإضافة لمجموعة من الطلبة والطالبات والشباب، كلهم كانوا فخورين جدا بيهم ويعني خصصوا من وقتهم ساعة ونص علشان يتفرجوا على أطفال كورال مصر ويشجعوا. قد إيه ده داعم جدا ليهم، قد إيه ده بيخليهم إن هم يدوا، قد إيه حولوا الطاقة السلبية لطاقة إيجابية. الشباب دول بقوا عندهم قدرة على الإبداع، بقوا بيقدموا فن، بقوا حاسين بأدميتهم بشكل كبير جدا ومهتمين ان هم يبقوا كويسين في المستقبل لان في ناس بتثني عليهم. داقوا النجاح، داقوا الحاجة الحلوة انهم يقفوا والناس تسقف لهم. كانت فعلا جميلة جدا. عارفة هند لو كل واحد يعمل كده، يعني المايسترو سليم صحاب طبعا تحية كبيرة ليه، مش محتاجين نتحيل ان هو راجل يعني مش محتاج يعني راجل فنان وبيحب شغله وبيحب ان هو يخدم الناس. لو كل واحد من الفنانين وكل واحد من الناس المسؤولين اللي هم public figures الوجوه المعروفة وكده يعمل حاجة كده صغيرة، والناس بتعمل بس مش يعني ما بيظهروش في الاعلام كتير او ما بتبانش، لكن عايزين اكتر وعايزين كل واحد في مكانه يعمل حاجة يفيد بيها اي حد تاني. يرسم مجرد انك ترسم بسمة على وش طفل او وش واحد يعني متضايق او كده، اعتقد ان دي بتبقى تحس ان انت عملتي عمل مجيد يعني انجاز. يعني خليني اقول برضو الشق التاني ان هو ابتدى بالفكرة ولكن كان في دعم كبير جدا كمان من الدولة، وزارة الشباب والرياضة اهتمت جدا بالفكرة، قدمت الدعم الفني والدعم المادي علشان الموضوع يكمل ويقدر ان هو يروح يدور على مجموعة اخرى من المواهب يضمهم لكورال اطفال مصر. مش بس كده، كمان في خبر ايجابي قوي انه هيبقى الاول مرة في حصر لاطفال الشوارع في مصر. دايما احنا مشاكلنا ان احنا ما عندناش حصر للاعداد والارقام، ما عندناش داتا موثقه بشكل عام، فبالتالي ما نقدرش نقدم الخدمه بشكل جيد، فهيبقى في حصر لهؤلاء الاطفال، وبالتالي طبعا هيبقى في خدمه مقدمه ليهم وهيبقى في احتضان من الدوله ليهم لو اهاليهم هم اللي لفظوهم للشارع. تمام، احنا نفسنا جدا ان احنا كل يوم نطلع نقول لكم يا جماعه عندنا اخبار ايجابيه وجميله 1 2 3 4 5 6 لغايه 100 يوميا، هنبقى سعداء جدا. من الحاجات المهمة برضو ان احنا نركز عليها في الفترة القادمة الرسم الابتسامة، ونطلب من ربنا الصحة والستر وان يحافظ على بلدنا الجميلة اللي احنا كلنا بنموت فيها، وان احنا نشتغل اكتر وان احنا نتقي ربنا في عملنا، وان احنا نحاول ننتج ونقف كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونقول ان بلدنا جميلة جدا طبعا ومستوعبانا مهما كنا مستوعبانا وبتحبنا. صح، سر الابتسامة على فكرة الرضا، لو الناس ترضى بحالها وتقول الحمد لله هتلاقي الابتسامة مرسومة على وشوش الجميع، وده طبعا مش معناه ان احنا ما نجدش ونجتهد وان احنا نتحسن، لكن نرضى بحالنا علشان ربنا يراضينا بعد كده. تمام، النهارده فقرات عندنا فقرتين لو هنزودنا واحدة تالتة على فكرة الهايد بارك في الاخر. أوكي. اللي هي الفضفضة بتاعتنا دي هنزودها في الاخر تاني. احنا فضفضنا هنتفضفض تاني. طيب خلينا نتكلم النهارده، عندنا فقرة على رأي جدتي، هنتكلم فيها على قيمة العمل. كتير من الامثال الشعبيه اللي بنسمعها ليها حواديت وبتحث بشكل او باخر على قيم ايجابيه في المجتمع. تفاصيل اكتر عن الامثال اللي ليها علاقه بالعمل من خلال على راي جدتي، وضيفنا هيكون الدكتور محمود فاضل باحث في التراث والمأثورات الشعبيه. الموضوع الامثال والحكم دي دايما تلاقي الست كبيره على راي جدتي، جدتي تبقى قاعده او جدتك او اي جده تبقى قاعده كده وتلاقي تمصمص بشفايفها كده وتجي ضربه مثل يجيب لك القصه كلها في كلمتين، الجمله واحده تخلص لك القصه كلها، حكمه ما بعدها حكمه. صحيح. حاجه جميله والله. الفقره الثانيه، الفقره الثانيه هنتكلم على تاريخ مصر، ودي سلسله حلقات بنقدمها من خلال مصر جميله، لانه اللي ملوش تاريخ او ملوش ماضي بالتالي مش هيعرف ان هو يرسم مستقبله صح. ما بنقولش ان التاريخ بيكرر نفسه، ولكن في عبر وحكم بنستخلصها من التاريخ، بنفهم ظروف واوضاع كانت بتلم بالامم وخاصه بمصر في فتره سابقه من الزمن، ودايما اخطار كانت بتحيط بينا، ولكن دايما كان بيطلع شخص مصري اصيل بيحب مصر وبيدرأ الخطر عن المصريين.
دايما بيقولوا انه زمان قالوا في المثل يعني انه العالم ملك للمتفائلين والمتشائمين ليسوا سوى مشاهدين، وعلشان كده احنا دايما بنبقى حريصين ان احنا نبث روح التفاؤل في كل سادة المشاهدين. واحنا لو مشينا ورا الكلام المحبط والمستفز في بعض الاحيان واللي بيكسر من العزيمه بتاعت المصريين والنقد الهدام اللي احنا كتير جدا في بعض الاحيان برضو بنسمعه، مش هنوصل لحاجه غير ان احنا هنبقى في دايره من السلبيه بنلف فيها. فاحنا هنكسرها بالتفاؤل، هنعرف السادة المشاهدين بتاريخنا، القادة العظام اللي حققوا نجاحات كبيرة جدا على أرض مصر، والنهاردة هنتكلم على معركة قادش الأولى وتحتمس الثالث، وهيكون معانا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مصطفى. تمام، الهايد بارك الفقرة الأخرانية، كلنا مترقبين المؤتمر الاقتصادي إن شاء الله اللي هيكون في شرم الشيخ، خلاص العدد التنازلي بدأ. عايزين نتكلم عن المؤتمر ده، طبعا يعني الاهميه الاقتصاديه احنا عارفينها، عشان كده الناس كلها حاطه عينها على الموضوع ده وبتحسدنا عليه وعايزه تجري، وفي ناس ليها يعني اهداف معينه انها تخلي الموضوع ده يفشل، وفي ناس طبعا كل المصريين عايزاه ينجح. طب احنا بقى كمصريين عاديين بنحلم بايه؟ النهارده الصبح كنت قاعد قبل ما اجي هند كنت بتكلم مع واحد زميل لينا فاضل في قناه نيل الدوليه مخرج، قال لي على فكره حلوه قوي، مش عايز احرقها دلوقتي يعني هنتكلم عليها في الهايد بارك، لكن الفكره كلها ان احنا ناخد افكار ونطبقها في الموضوع ده. احنا دورنا ايه في المؤتمر الاقتصادي كمصريين؟ نعمل ايه؟ هل اقدر ان انا اشارك بحاجه؟ هل ان انا اشارك من هنا من مجال عملي؟ هل اقدر اشارك في ان انا يعني ازود الانتاج بتاعي؟ هل انا اقدر اشارك ان انا ادي افكار؟ هل انا اقدر اشارك ان انا اقول انا عايز اعمل ونفسي اشوف وممكن اعمل لغايه الجزئيه دي في الموضوع ده وبعد كده المسؤولين يمسكوه ويكملوه؟ مواضيع كتيرة جدا ممكن نفتحها وناخد افكار، وهو هيبقى هايد بارك، تليفونات هنستقبل تليفوناتهم وتكونوا متواصلين معنا، ودي هتبقى اول هايد بارك في مصر جميلة. صح؟ صح جدا. على ذكر التفاؤل، 52 ملك ورئيس اكدوا حضورهم في المؤتمر الاقتصادي، وده ان شاء الله بيدينا دفعة وامل كبير جدا. تفاصيل اكتر من خلال اخر فقراتنا النهاردة في مصر جميلة، ونطلع لفاصل ونرجع على طول مع حضراتكم وعلى رأي جدتي.